هلا نحن وياكم رح نروح لاخر فقراتنا ونعيد مواليد اليوم، نقول لهم هابي بيرث داي لمواليد 24 كانون الثاني. هابي بيرث داي. هابي بيرث داي تو يو. مين عندنا مواليد اليوم؟ رح نعيد كل يلي طبعا عيدهم بمثل هالنهار، بدنا نقول لهم هابي بيرث داي حتى لو ما عندنا اسمائهم. مارك حكيم بقول لك هابي بيرث داي، هن كثار خلقانين بين يعني السبت والاحد واليوم، بنقول لكم هابي بيرث داي بدايه اكيد هذا الاسبوع وهالسنه الجديده من عمركم، تحملكم ايام حلوه. ايضا يعني مش عم ببين انا عندي، كنا حاطين الاسماء للاسف فقدنا الاسماء. هابي بيرث داي لكل يلي خلقانين اذا ب 24 كانون الثاني. خلينا نعيد الكبير الفنان روميو لحوت، كان عيده امبارح، خلينا نقول له هابي بيرث داي، الله يطول بعمرك، كبير من بلادنا نفتخر به اكيد، رفع اسم لبنان عالي كثير وحقق نجاحات مع كبار الفنانين بلبنان والعالم، وبقيت الحانه واعماله خالده بخلود ارز لبنان. تحياتنا لك لروميو لحوت، كل التحيات بالصحه دائما يا رب، حتى ربنا يعطيك نعمه ويزيدك طبعا من سنين عمرك يلي بتستحق. كل التحيات لك الفنان الكبير روميو لحوت. بعد عندك حدا بدك تعيدي؟ يعني هون هابي بيرث داي اكيد لإلي مزرعاني، هلا عم شوف امه سمر حطت له هابي بيرث داي. ايضا هابي بيرث داي لليا الصايغ بفرنسا، هابي بيرث داي ليا، واكيد ان شاء الله هيك ايامك تكون حلوه وتقدم لك مثل ما بتتمنى.